السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين دراجي وين يوضح كل شيء، قالهم يعني الفرصة تاع إعادة المباراة الكاميرون انتهت. صاي كملوا، صحيح ناس كملت تربحوا، صحيح روحوا نخدموا دروك، نخدموا لازم الخدمة، لازم العمل، لازم الأمامة. ماكم ماو دعمي أنتم ما عندنا حنايا، حنا عليه كنا صحيح كرة القدم، صحيح حبست مكان، صحيح ماكم ماو من 86 حنا ما كاليفيناش حتى 2017، عليه حبسنا. شاركنا في الكوب دي بالكوب دافريك، شاركنا في الكوب دافريك، بعد جات كوب دي مون 2017 روحنا، بعد جات 2014 روحنا، جات 2018 بسبب يعني خبثاء وخونة حقيقيين اللي كسروا ليكيب ناسيونال، ما روحناش 2019 يعني جبنا كوب دافريك. موراها الناس ما خدمتش، الله غالب ما خدمتش، كانوا مخلفات يعني، وين هادو كاع مخلفات تاع حداد، مخلفات تاع حداد انا خلصوا فيها. كي نقولوا مخلفات تاع حداد، الاتحاديه السابقه اللي حطها حداد، هذه هي المخلفات، التصريحات تاعهم، العمل تاعهم، المشروع تاعهم يعني اللي ما خدمناش. احنا ما خدمناش المشروع تاع اللي بيجي يجي وحده، ولا لازم اللي يجي لازم يبنتر مقام الشهيد ويسيقه باش يلعب في ليكيب ناسيونال، هذيك ما كاش. عرفتو جاو زوج وحدهم دومونداو باش جاو، يعني طردوا طوبة وبغاو يطردوه لو كان ماشي، كان صامت طوبة، كان صامت برك هذا ما كان. ديلور ما قبلش، ديلور كي معناتها هاو دعمي هاو اللي نشوفو فيها قدامنا، هاو ديلور ولا السد. هاو العمي ولينا نشوفو بها ديلور يضيع ذاك البنت اللي ضيعها بليلي، ايه على رقبتكم راه هضروا نتوما الصح، يضيعه ديلور، يضيع ذاك البنت تاع براسو اللي ضيعه بدران، البوله راحت في السما هو دخل في الشبك، يضيعه والله ما يضيعه، اقسم لكم بالله العلي العظيم ما يضيع لقطه كيما تاع بليلي، ما يضيع الدماغ تاع كيسموه تاع بدران اللي ضيعها، ما يضيع بنت تاع سليماني اللي توشات في يده، هذاك كان غادي يلقاها شو، كان غادي الشبك يقطعهم اي براسه، كيما نهار اللي ماركا كونت زيمبابوي وقداروه اول مباراه لعبها كان يلعب اوقات، لعب دقائق مع المنتخب زيمبابوي، داروه تيتيلر لعب خلعهم منها ما زادش بال من زيمبابوي في ابريل ما بانشي، من بعد مي بان مسكين في مارس طاحوا عليه كملوه تالي طردوه. بعد يجي يقول لك لا احنا خاطينا هذه مع الشعب، لا 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 احنا كنا نحوسوا على هذا، دروك ما غاديش يجي خاطر عليه بن عمري هو اللي قال بلي ما يجيش. وين قال الاعلامي والمعلق الجزائري حفيظ الراجي ان الاخطاء التحكيميه التي ارتكبها الحكم قاسامة في مباراه الكاميرون لا يمكن ان تكون سبب اعاده المباراه، اذ ثبتت تلقي الحكم رشوة، وهذا من عدمه. الناس اللي كانت تعترف أي لا يرحم الشوابي، احنا ما ناش نتهمو فيهم، هذاك بشكارة هذاك مش يقول لكم باللي عندي، قالها لو دو أبري قال باللي عندي فيديو ايطو يمد بد 500 ألف أورو للقاسامة، وقالها كيما هاكا ها راهي طرد، قال لكم لو فانت ياكم تخش نطرطق لي فيديو، قال لكم من بعد غادي نطرطق، ومن بعد غادي نطرطق، ومن بعد غادي نطرطق، ضرب قال لكم لا او كاين لوبي الامارات مع ايران مع شكون مع قطر مع راهم الدابزين ماشي باغيين، واحد يقولوا الجزائر واحد يقولوا لا، وراهم خايفين من الاعلام تاع فلسطين. يا ودي هما كاع معلقين على المواد، كاع الدول العربيه معلقه اعلام تاع فلسطين، سفاره فلسطينيه كاع هاو مالكم هما يتغلطوا ولا ما نعرفوش ولا كيبا هاو مالكم.
وأكد دراجي أنه رفض الخوض في قضية إعادة المباراة من عدمها انحفاظ على مشاعر جماهير كرة القدم في الجزائر، مضيف أنه مع اختلاف يعني المباريات اللي راهم في الدورة، مباراة راهي في الدورة، أنا في الدورة والله لا أنا في الدورة على بالكم، قسما بالله بالك ما على بالك أنا في الدورة، أوغندا جاية في الدورة، تنزانيا في لاغوش والأخرى في لادروات، لازم إحنا قرانا ناسينهم. بعد انعقاد جمعية لجنة الانضباط التي عاقبت الجزائر وجعله يدلي بدلوه في قضية لكن نقولوا باللي وين راحوا لجنة التحكيم كانت الضربة القاضية. أضاف الدراجي أن غياب معطيات فسح المجال أمام إشاعات والتأويلات قائلا الشيء مؤكد أن الحكم قاسامة يعني وين كان منحاز يعني وأخطائه العديدة المباراة حول نزاهة تبقى كبيرة، لكنه لم يكن السبب الوحيد، هذه هي الهضرة، لم يكن هو السبب الوحيد في خسارة المنتخب الجزائري الذي كان قريب من المونديال قبل ثواني من نهاية الوقت الإضافي. وتبع السبب الآخر يرجع إلى التهاون الكبير من بعض اللاعبين الجزائريين أفقدهم التركيز يعني في اللحظات الأخيرة، إضافة إلى بعض الخيارات التي لم تكن صائبة للمدرب الذي يتحمل بدوره جانب من المسؤولية في إخفاق المزدوج في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون ومباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، على غرار جانب آخر من المسؤولية التي يتحملها الاتحاد الجزائري الذي خسر معترك كواليس للعبة يعني تفاصيلها الصغيرة التي تصنع الفرق عادة. يعني الناس حنا دروك الكل مشاركين فيها، الكل مشاركين فيها على بالكم، كما قال المعلق قنوات بين سبور أن ما يثير حول هفوات التي ارتكبها قاسامة تبقى مجرد أخطاء تقديرية والتي ارتكبها الحاكم قاسامة، يعني طبق للقوانين كرة تحدث في كل مباريات ولا تقتضي إعادة النظر في نتيجة اللقاء، بل تتطلب من الجزائر إعادة النظر في مقارباتهم ونظراتهم لكرة القدم الجزائرية والمنتخب والمدرب والاتحاد والإعلام الرياضي وكل من له علاقة بالرياضة، لم تعد مجرد لعبة على الأقل بالنسبة إلينا على حد قوله. ودعا دراجي الجزائريين إلى ضرورة تجرع الإقصاء والتفكير في المستقبل، المنتخب الوطني الذي سيكون على موعد مع بداية تسويات كأس أمم إفريقيا في بداية شهر جوان المقبل كات والويد. وختم الصحفي يعني الحافظ دراجي صحيح أن الإقصاء الجزائري كان مر، لكن الاستمرار في بيع الأوهام أكثر مرارة، لذلك على الجزائريين التفكير في إصلاح ما يجب إصلاحه دون تكسير كل شيء جميل الذي حدث يعني من قبل. احنا المهم دروك منتخب وطني جزائري دروك صرا لي الناس مشاو ساهمين، الناس انا نقول لكم كاين اللي يقول لك انت يا ودي احنا دروك صرات حاجة كي صرات طاحت كسرت اش غادي دير، طاحت حاجة طاحت كسرت اش غادي دير، صحيح تزقي ولا ما تزقيش ولا ما صحيح راحت حاجة نقول لكم راحت هذه تاع مباراة واسمع اسمع بلاد شاك بلاد قناة بلاد تايك بيت ردوها انتوما قناة عالمية اودي والله لم يهضروا غير بعضهم بعض من بعد راهم يهضروا غير بعضهم بعض من بعد ما كاش لا يسمحوا والله ما كان الله ما قال لك البيزبرك كون راحوا جابوا هذاك مكلف بصناعة المقروط ومكافحة فساد الحلويات هاكو جابوه على نساوه ولا نسيتوه هذاك جيبوه بالك يعطيكم حلول قالكم عندي رسمي ها جيبوه هضروا معاه قولوا له وين راهي
كمل المقروط، كمل كمل كملت القريبشه، كمل يعني كمل كل قاعد يعطوه كمل. هيا جيبوه يعطيكم حلول ولا غير هدره.